السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. ينتقل فريق ممنوع من الفن إلى الأدب، يستضيف وينتقي من بين الضيوف من يخترقون الممنوع بكتاباتهم أو بأعمالهم، ممن تركوا انطباعا ويتركون، غيروا ويغيرون. ضيفي هذا المساء من تونس الكاتب والمفكر المنصف ذويب. نخرج في هذا الفاصل لنتعرف على ضيفي هذا المساء الذي يطل على شاشاتكم في ممنوع. منصف ذويب كاتب سيناريو ومخرج تونسي عانق بقلمه أعماق الشخصية التونسية بأريافها وحواضرها، بمدنها وشوارعها وقراها، عاشق للغة العامية التونسية، مؤمن أنها المخزون الطبيعي لثقافة البلد دون تصادم مع اللغة العربية الفصحى. لا يترفع عن لهجته لفائدة العربية الفصحى ولا ينتقص من الفصحى لفائدة العامية. المنصف ذويب تغني مسرحياته بتناقضات البلد، وكانت أفلامه منطوقا هزليا أو جديا جادا عن المسكوت عنه كلما تحدث أضحكك أو أبكاك. معه تنساب المشاعر كالأمواج، يكتب صدقا، يقهقه إبداعا، يضحكك عندما تحتاج إلى البكاء، يدهشك عندما تتعود. المنصف ذويب صوت مبدع من تونس، ضيف ممنوع هذا المساء. أتمنى أن يكون هذا التقديم يليق بأعمالك بمسيرتك. يمكن زدتني المفكر. من يكتب يفكر يا موسى، يفكر قبل أن يكتب. يمكن به أنا أقبل هذا النعت. أشكرك على رحلة من المرسى في تونس، جينا لهذا المسرح. في ممنوع نحن لا نسأل عن البدايات وعن المسيرات، نبحث عن الإنسان، عن الإبداع، قد ننطلق من النهايات. حدثني عن هذا المكان. هو في الحقيقة بداية جديدة، يعني من الكتابة إلى الإخراج إلى التفكير إلى العرائس أيضا العملاقة. فكرت الآن في الفضاء، ليس بمعنى امتلاك الفضاء ولكن فتح فضاء لكي يكون هو مكان للقاء، مكان لإعادة نشر ما يكتب، ما يتم إخراجه، ما تم وضعه على موضوع الفضاء. موضوع مهم جدا لافتقارنا للفضاءات. تراجعت دور السينما من 120 قاعة في يوم الاستقلال إلى 10. يعني عندما كان التعليم متراجعا والأمية منتشرة كانت قاعات السينما أكثر. 120 قاعة اليوم. عندما تطور التعليم تراجعت قاعات السينما 10 قاعات. ولدينا 20,000 مقهى في تونس كامل. في تونس كامل، في كامل أنحاء الجمهورية هناك 20,000 مقهى و10 قاعات للسينما واثنين مسارح. هذه الأرقام مفزعة مفزعة. لذلك يطرح اليوم موضوع الفضاء بحد. الفضاء الثقافي. الفضاء الثقافي. الفضاء الثقافي. عندنا 220 قاعة تابعة للدولة اسمها دور الثقافة، وهي تعود إلى الفترة الاشتراكية التعاضدية. 220. ما تركه لنا بورقيبة يعني. بن صالح. بن صالح. بورقيبة وفترة بن صالح. دور الشعب، دور ثقافة. ولكن الكثير منها مهجور يعني. أيضا. 70 تحرقوا وقت الثورة. 70 يقطروا ما عندهمش حتى أي يعني إمكانية للشغل. هناك 70 قاعة موجودة لكن تشتغل بمعناها 10-15-20% من طاقتها متاع الاستيعاب. لذلك موضوع الفضاء هو ما توصلت إليه
بعد أن كنت أفكر أنه الكتابة هي أول شيء، التفكير أول شيء، الخروج للناس بأفلام أو مسرحية أول شيء، وانتهيت إلى أن بدون الفضاء لا يوجد أي مكان لهذا اللقاح، أي مكان لهذا التواصل. وبخبرتك يا منصف اخترت أن تزاوج المسرح والسينما، حتى أنك اصطدمت ببعض العقبات القانونية، لكنك حولت هذا السينما القديم الجميل في الضاحية الشمالية لتونس إلى مسرح سينما. أردته مركز ثقافي، بمعنى أنه هو مسرح وسينما وأيضا قاعة للعروض، قاعة للعروض. تجولنا في الجانب الآخر، أنا قاعة للعروض التشكيلية أيضا والفنون الجميلة. لكنه مشروع توقف، لم ينتهي. سينتهي وسيفتح. كل العقبات الموجودة هي عقبات إدارية، عقبات إدارية، لأنه القانون غير جاهز لتقبل المشروع، كيفاش يقولوها، المشروع الذاتي، المشروع الخاص. نحن لدينا أوقاف ثقافية، أوقاف بمعنى الوقف، بمعنى الحبس. يعني 220 دار ثقافة هي ملك الدولة، لا تنجم تأخذهم أنت، لا تنجم تكريهم، لا تنجم تستعملهم، إلا الدولة تستعمله. إذا نحن نعيش وضع اقتصادي ليبرالي، ولكن في الثقافة نحن في وضع اشتراكي ستالين، مش لا يعني كله ملك الدولة، واضح؟ ولكنك أنت رهنت على المبادرة الفردية. المبادرة الفردية وليست فردية، المبادرة بدأت فردية، ولكن هناك مجموعة، هناك طوق يحظيني من الناس اللي هم أعزاء، أصدقاء، يمنوا بالثقافة، يمنوا بوجودها، يمنوا بإعادة فتح أو بناء قاعات وفضاءات للقاء، للثقافة، للتلقى. ممنوع يطرح على نفسه أن يكون صديق لهذا المحل. أنت صديق طبعا، أصدقاء أعزاء أعطاوا من مالهم، من وقتهم، وثم اللي جابوا الخشب هذا اللي احنا جالسين عليه. ثم سمعت قصة أن هناك سيدة أهدت لهذا المركز مبلغ مالي، نعم، رمزي، لكن هو مبلغ مالي كبير بالنسبة لها، جادت بما عند، أما هي نعم، فمن إعوازها أعطت. صديقي، لو رويت لك كل القصص التي مررنا بها في تمويل هذا، لأنه هو استان كاديكول، قول فرنساوي، هذه طريقة جديدة في تمويل الفضاءات. احنا ما عندنا صفر من المليمات، لما انطلقت هنا ما عندي شيء، عندي بس أن هذا الصديق قال عندي قاعة مغلقة موجودة من عام 48، كان يملكها إيطالي لومباردو، ثم أغلقت وقعت 20 سنة مغلقة، تحب تصلحها، تحب تستعملها، أهلا وسهلا. كانت هذه البداية وكانت جميلة، وانطلقنا في المغامرة الأولى، كانت جميلة، ثم بعد تعسرت الأمور. لكن هل هؤلاء الأصدقاء الذين يؤمنون، أن نسميه المجتمع المدني أو نسميه هذا الطوق الجميل، ما جابوش فلوس، ما هوش مشروع منها تركز على المال، جابوا حجر، جابوا خشب، جابوا أي ما قماش، أي حاجة استحقها، في أصدقاء قال أنا عندي المشروع الفلان، أنا نجيب لكم، عايزين لوح، أنا نجيب لكم لوح، عايزين كذا كذا. فهذا المشروع تعمل كيفاش، بعطاء، بهدايا عينية واضحة، بمن آمن بهذا المشروع هو موجود. لكن الآن التعثر اللي جاي هو تعثر قانوني، هل هو مسرح، هل هو سينما، هل هو مركز ثقافي. كيف لحكومات ما بعد الثورة في تونس، وهي أحد الثورات التي لا زالت تسمي نفسها تحول ثورة، يصنع الوردة الجميلة في ربيع أسود، كيف لا تقف إلى جانب الثقافة، والثقافة هي التي غيرت وتغير؟ شوف، الكلام موجود، الوعود، الكلام موجود، وعود سياسية، وعود سياسية، لا يؤمن السياسيون بالثقافة منصف،
ببساطة؟ لا لا يؤمنون. لا يؤمنون في شوف أوقات الانتخابات. خليني نكون واضح باش ما نظلموش. لا نظلم أحد. المشكلة متاع الثقافة هي الأولوية متاعها. كل من تحكي معه يقول لك الأمن أولوية، الاقتصاد أولوية، المدارس أولوية، المزابل أولوية. لا يذكر أحد أن للثقافة أولوية. أي بلد متقدم وغني اقتصاديا، متقدم يعني غني، نعم، لكن متقدم، نعم، لوحظ فيه أمرين أكيد لازم يكونوا موجودين، هو حرية المرأة، نعم، تحررها الكامل، نعم، وليس التفسخ، نعم، والتحرر، نعم، المساواة مع الرجل. اثنين، ازدهار الثقافة، سينما، مسرح، حياة. أربط مع هذا. 80% من الذين أو اللواتي شاركنا في هذا المشروع مالياً أو شغلياً أو بالحضور، الورشات الموجودة عنا هنا في الموسيقى في المسرح كلها 80% نساء. ماذا يعني؟ يعني تحبش المرأة تسلم، ما تحبش توخر، ما تحبش تقدم. بعض الأحيان الزوج ينتظر في السيارة، ما يدخلش، ينتظر في السيارة حتى تكمل زوجته الحصة متاع الموسيقى أو حصة المسرح أو حصة أشياء. أنا لا أشتم الرجل، ولكن أراه مرهقا أو متذبذبا، لكن المرأة في تونس عارفة بالضبط ماذا ستخسر وما يجب عليها أن تفعل حتى لا بس تبقى على ما وصلت إليه، ولكن إلى ما تصبو إليه. والمرأة التونسية هي البلاد راه. وعندي قصيدة أنا المرأة التونسية تو نعطيك منها نسخة. نخرج في هذا الفاصل. أنا المرأة التونسية، نال المرأة التونسية. نال المرأة التونسية، بنت الصحراء والجبل، الزيتون والقمح والنخل، الليسة من دمي والصيدة المنوبية، عزيزة عثمانة والجازية الهلالية، خالتي حبيبة فاطمة الفهرية، بشيرة بن مراد والكاهنة البربرية، نال المعلمة، الطبيبة، الفلاحة، الخدامة، الفنانة، الفرملية، نال اللعب، الخيشة بين الرجلين الضايعة في الثنية، في كل بقعة تلقاني، في الدار، في السوق، في السبيطار، في التران، في الكار، في المستوصف، في الشرطة، في البلدية. نال امرأة تونسية، تونس بلادي، أرضي، لقشة بالسماء فوق لطاها، محروسة محظية، نبوس ترابها، مخلط بعظام جدودي وأهلي وأمالية. نال امرأة تونسية وماشي نصوت. منصف، ما الفائدة في أن نرمم مكان قديم متهاوي مغلق مهجور؟ أنت قلت أنه عدد قاعات السينما أصبح 10 فقط. نعم، قاعات سينما قديمة. كان بودي فعلا، كان بودي أن لا أكون أنا الفنان أقوم بدور من تخلى عن دور. ما كانش أنا مهمتي باش نبني أو أرمم حاجة قديمة أو جديدة، لكن لكنا تشوف الصورة. تكلمنا أنه كانت 120 قاعة سينمائية أصبحت 10، تكلمنا أن دور الثقافة الثلثين وين سحب ذلك على أغلب البلاد العربية بين قوسين؟ ربما، لكن أنا تونس يعني قريبت لي أكثر يعني، ونعرف أن تشبثي بتطورها مهم جدا. السؤال، علاش الدولة التونسية من اللي استقلت إلى اليوم لم تبني قاعة سينما جديد؟ لماذا؟ الدولة التونسية المستقلة واللي عاشت ديكتاتورية وربع واللي عاشت ثورة، لماذا لم تبني إلى اليوم قاعة سينما جديد؟ لماذا؟ لماذا؟
أنا نسأل فيك أنت ما عنديش الإجابة. لماذا لم تبني مسرحا جديدا رغم أن رهنت على التعليم؟ يعني موضوع ثاني التعليم. رغم أن في البناء والتشييد شيء كبير، شفت قداش نبنيه واحد؟ بلاد كلها يجور، كلها بني، كلها تبني بالرخصة، من غير رخصة، بأي ثمن الناس تبني. وبنينا مدن جديدة، لاك آن واللاك دو واللاك مش عارف شو، وبنينا النصر واحد واثنين وصلوا إلى تسعة، وبنينا مدن جديدة في صفاق، في سوسة، في أي مكان بنيت مدن جديدة، صحيح ولا غلط؟ بنيت مدن جديدة فيها باركين، فيها مقاهي، فيها كل ما تحتاجه كل المدينة. ما ربما تحتاجه المدينة إلا شيء واحد، المسرح، السينما. السينما ليه؟ يعني هل المهندس ما جاش لباله أنه في هذه المدينة تحتاج الناس يحتاجون، الناس يحتاجون، أو لأنه ليس احتياج، أو حاجة هو احتياج، يحتاجون إلى مكان للترفيه. خلينا من الثقافة، كأنها صعيبة هي ثقافة، كلمة صعيبة واستعملوها الناس كل. خلينا نبدأ في الترفيه، لأنه الترفيه مثل الأكسجين، أنا لما أضحك معك وأترفع أنا أتنفس أكسجين باش نعيش وأواصل به. لماذا المهندس والمقاول ورئيس البلدية وكل هؤلاء لم يخطر ببال واحد منهم باش يقول هنا في هذا المكان عندنا باركينج باش نحطوا فيه السيارات؟ شنو الجواب وصلت له انت؟ لا، ليس لي الى اليوم عندك سؤال جواب صعب حول هذا الموضوع، ما عنديش. بلاد جديده، بلاد صغيره في العمر، بلاد تبني بشكل معناها فرينتيك الى درجه انه ولا تخوف ولا تهد. تعرف تونس تو تهد اكثر من تبني، لانه كل الناس بنت بالعشوائي في اي مكان. اليوم أنا أتساءل لماذا هذا البلد لم يفكر أن يضع في المدينة جديدة قانون يفرض على أنه لما يكون في 100,000 ساكن لازم يكون هناك مسرحا وقاعة سينما. هذا مفروض يكون موجود، صح؟ ما وجدش. أنا مش نلوم على بلادي، ولا مش نلوم على المؤقت اللي مشى، ولا اللي باش يجي، ولا اللي يربح في الانتخابات. أنا أتكلم على مسألة معناها قوم، حاجة جوهرية يزمها تجيل الفكر، أي إنسان في هالبلاد يزمها تجيل باله ويحطها على الرسم، كما المهندس يرسمها على البلان، كما المقاول يحطها في مخه، كما رئيس البلدية وغير ذلك من الناس هؤلاء. هذا شفت هذه السلسلة يزمها تصير. السؤال هذا حكيت بان في مسرحياتك، بان في أعمالك الدرامية الكثيرة التي سنتحدث عنها. أنا عندي مسرحية جديدة اسمها دار ثقافة جديدة، لكن ما زالت ما خرجتش. ربما تعرضت فيها إلى هذه المشكلة. هذا السؤال. نعم، إلى هذا السؤال. لماذا تعطيل العمل الفني أو الفكري، تعطيله يعني أنه ثم حاجة تعطل وجوده، يعني حضور. المسألة هي مسألة قومية، مسألة داخلة أمن في قومي، داخلة في مسألة الهوية. أمن هل ترى لما كان فما صراع في الدستور على الهوية، هل تعتقد أنه الصراع كان سطحي نوعا ما، لكن في جوهره فما أزمة ثقافية؟ أنت أشرت إلى واحد من معالم هذه الأزمة، نحن لا نفكر في الثقافة فتسألنا عن الهوية. كل واحد يفكر في الثقافة من منظوره راه. نقول لك حاجة. لسنا متفقون على معنى كلمة ثقافة، لأن هي واسعة. الثقافة فيها الملابس، فيها الأكل، فيها كل شيء الثقافة. أنا أحكي فنون، فنون. نحكي فنون. ترفيه، فنون. خلينا من كلمة ثقافة كبيرة، صعيبة. كل ما ينتجه الإنسان. هناك خلاف يحدث في موضوع الهوية حول الثقافة، هل هي ثقافة غربية أو متغربة؟ هل هي ثقافة يجب أن تعود إلى أصولها؟ هل هي ثقافة حتى يجب أن تعود إلى أصولها؟ سؤال صعب. شنو الأصول اللي بيشتغل عليها؟ هذا كله دخل يعني في موضوع الهوية. خرجنا من الموضوع، هذا النقاش خرجنا من الموضوع. هل هي تغريبية؟
هل هي تشريقية؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ كيف ترى الهوية؟ الموضوع؟ أنا رأي يجب أن توجد فضاءات كما 20,000 قهوة. أنا يظهر لي برشا كما نقولوا إحنا في تونس 20,000 قهوة برشا، ولكن 10 قاعات وزوز مسارح شوي شوي. هذا هو التصوير اللي أنا قدام. يجب أن أي إنسان من منطلقاته ومن موقعه يحل المشكلة. الفكرة دي موجودة في عملك، اللي أنا نحب الكثير من أعمالك، لكن سينمائيا فما عمل ليس فقط لأنك أنت ضيفي بل أعتبره عمل فارق في السينما في تونس، التلفزة. التلفزة جاي عبر على زيارة المسؤول، الجمل الحلوة برشا اللي تدل على الارتباك، تدل على شوف، هو التلفزة جاية يفضح السينوغرافيا الرسمية. حلو التعبير، يفضح السينوغرافيا الرسمية اللي تكذب. يعني مثلا هو شنو الفيلم؟ التلفزيون الألماني جاي لقرية ما، يجيهم تليفون من عند وزير، ونحن في بداية الاستخلاء عامين يعني أجلنا شوي، لأن أنا عملت الفيلم تحت بن علي عام 2006 ولم يكن المباشرتية يعني، لكنه واضح وجلي. قل له ثم تلفزة جاية هنيوني. معنى هنيوني؟ ما معنى هنيوني؟ معناها غرسوا سجر جديدة وهي البقعة قاحلة، زينوا الأماكن، عملوا كل ما بوسعهم باش يعطيوا صورة جميلة على البلاد. لكن بمجرد أن جاءت ريح هزت كل شيء. هذا هو الوضع. الوضع هو أنه لا يفعل فعلا، ما لا يفعل لا يبني قاعة، وإنما يوهمك بالأرقام أو حتى بالديكور أنه عنده قاعة، ويوهمك بالتشجير. ما عندوش سجرة مغروسة، ولكن يوهمك أن المنطقة خضراء، وتونس يعني ربما مش توسق اللوح والخشب. فهمت كيفاش؟ كل هذا الوهم اللي كان استعملته يعني مضحك مؤلم تراجيديا. لأن كنا الفترة متاع بن علي كلها 23 سنة كانت تخدم على هذه الأرقام. نحن أول بلد كذا، ونحن أول بلد كذا، وأحسن كذا في كذا، والأرقام الفلانية تدل على أننا، والناس كانوا يعاودوا فيها مقتنعين. يعني يا أخي أنت تفتخر، ليس مش كانوا مقتنعين فقط، كانوا يفتخروا. أنت لما تسمع الراديو والتلفزيون يوميا يردد نفس الإحصائيات، أن تونس أول بلد كذا، وأول بلد في ما أعرف شنو، أول بلد كذا وأول كذا. فهذا في النهاية بهذا الترديد والردوندانس هذه يوصل أنه يفتخر أصلا، ولكن بعد يستفيق. فهمتي؟ بعد الثمى أنه الريح ومثمون يستفيق على مصيبة. سيداتي سادتي، في هذا اليوم الأغر وبمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة، ينتظرون على أحر من الجمر قدوم المسؤول السامي الذي سيشرف المنطقة ويشرف على فعاليات هذه الاحتفالات. هيا بسرعه. الزبدة والعظام العربي والتبذير ما نحبوش، ولا اللي نتاع قفة ولا اللي نتاع قرطن. وبالمناسبة نحب نعلم الخيان الكل اللي من اليوم هذه حكاية الرشوة اعتبروها انتهت وقتي ولا نهائيا. هذا
هل هذا أهم ما جاءت به الثورة في تونس، أنه اكتشفنا أنه هناك بشاعة علينا نتعامل؟ نعم نعم. هناك أول فقر شيء. مدقع، هناك تجهيل، هناك بيوت ليست بيوت، هناك أناس يعيشون معنا لا يملكون أبسط مقومات المواطنة، بطاقة هوية. منظومة القانونية كلها متضاربة، المنظومة القانونية متضاربة جدا، مش كان في قانون الإرهاب وقانون الثقافة وقانون القوانين الموجودة. تحسي منصف يجب الأحزاب السياسية في شعاراتها وكلامها ونقاشاتها بعيدة ياسر على ماش فاهم، مازال هم حديثي العهد على السياسة، حديثي العهد على المناصب، لكن يفهموا يوصلوا باش يفهموا. أنا نتصور الوقت الزمن في كثير منهم كان متغرب عن تونس، كان علاقته مهما كان مهما كان هو الناس الكل غلطوا في نفس الموضوع. شوف حتى اللي كانوا عايشين لهنا، حتى اللي كانوا عايشين لهنا كانوا يعني كانوا مصدقين الأرقام، كان راضيا بذلك، لا مصدق ولا خايف ولا يحب يبربش إلا ما رحم رب. يعني بالضبط صورة المواطن اللي ينظف في داره قدام داره يلوح الوسخ. نعم. هي بالضبط ما اكتشفنا. أنا مش أقول لك حاجة، شنو تعمل هي الدكتاتورية؟ إيش عامل الدكتاتورية؟ هي ما تحبش النتاج الفكري، تخاف منه، ما تحبوش، تكره. وحاجة ثانية قررت أنه أيضا الفكر الديني والإسلامي يجب أن يحذف أو إيش عمل؟ جاء هذا محطم في الحبس وهذا مسكر عليه، هذا هو شنو عمل؟ أغلق باب يسار واليمين، يسار واليمين، اليسار سكر اليمين والإسلام السياسي سكر عليه الباب. ثم يعني حينما أنت تغلق كل وسائل النتاج الفكري، أنت تصنع أناسا متطرفين، أنت تصنع تطرف بهذه الطريقة، وهو من كان يعتقد أنه هو أكبر مقاوم للتطرف. كلمة الوسطية كلمة مغلوطة، وأي واحد يقولها قدامي ما عادش يكلمه. حتى إسلام البحيري الوسطية كلمة فضفاضة ما عندها حتى معنى كما كلمة ثقافة. الوسطية هي كلمة يعني غلط ما عندهاش معنى، لكن نقول أنه أنت ترفض النتاج الثقافي البرودوي دو سبيريتوال، أي معناه نتاج للفكر ما تحبوش، تسكر الدور الثقافة، تسكر السينماوات، تراقب الكتاب، تراقب الناس، تراقب كذا، من يكتب من كل يفكر. ثم كل من له رأي مخالف سواء منا ولا منا ماهوش موجود، واضح؟ بيه. أنت تخلق الـ 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 الإرهاب، أنت تخلق التطرف، أنت تعاون تفرخ له تعطيه أرضية ملائمة. الأرضية الملائمة باش تسكر هذا حلك له. حبيت اليوم هذا التفسير لأنك أنت خرجت من التفسير السطحي لظاهرة الإرهاب، وهذوما ناس جاءوا من عائلات فقيرة وما عندهم حتى شيء. لا، أنت تحكي عن عمق. مش كل عمق جديد، انه عندما تغلق الباب امام الفكر والتفكير، امام حريه الانتاج الفكري، يطلع التطرف، يطلع لك التطرف، يطلع لك المتعصب، يطلع لك الفكر الاخر، لانه من جهه هذه تسحر، من جهه هذه تسحر، فالمتطرف يجد لنفسه مكانا ومناخا جديدا او مناخ. هذا ما عمل، هذا اللي عملته. واحنا كي استفقنا من هذه العمليه فقنا بهذا العمق اللي هو الحاجة. الوضع اليوم، الصورة تكشف لنا يوميا عمق الإشكال. ما نظنش اللي السياسي باش يحلوا في يوم أو بوعود، لكن أنا مشكلتهم يحملون وعود كبرى يا منصف. عادي، أنا أتفهم أنه في الحملة الانتخابية سواء في تونس، في أمريكا، في فرنسا، في ليبيا، في أي مكان، في الوعود الانتخابية العرف يقول أكذب ما شئت. العرف يقول يا عملوها الكل، فماش بلاد تجي وما تقولش كذب للأسف. هذا قانون اللعب، هذا عرف السياسة. لكن الوطنية شيء ثاني، الوطنية شيء ثاني. أنك تكون وطني مش معناه أن توفي بوعودك.
أما أنك تؤمن بالقيم الوطنية تاع بلادك، وكي توصل إلى موقع معين تنفذ، تضرب عليها تنفذ ما أما أننا نؤجل الثقافة دائما إلى مرتبة ثانية كلما حصل مشكل ثقافة غير أولوية ثقافة، تعرف البيجين تاع ثقافة مرتين يتقص، مرتين وصل وقت من عليه إلى 0.85-86 نقص عمناول تعمناول. كان بن علي وعيا كان يقوم بذلك عن وعي؟ ما عند لا بن علي ولا يملك وعي. مع بن علي يمكن كان عنده وعي من متاع 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 سيكوريتي، عنده وعي مثلا بوليسي، لكن ثقافي لا يخاف منهم لأنه هو أمي ما يعرفش ما عندوش فكر، يخاف منهم كل الإنتاج الفكري يخاف منه، وكان يستدرج الناس بالفلوس بالكذا بالآخر، لكن أحط ما نتصورش أحط نفسه وغيره من الدكتاتورية العرب، أحطوا أنفسهم بحاملي شهاد أو ببعض حاملي شهاد من المطبلين المزنبغين. بالله تتفكرش يا صدام حسين قديش عطاه من جائزة في الشعر؟ تصورش ثم أديب عربي مخذاش جائزة صدام حسين. ارجع للتاريخ، او مع عمر قذافي في 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 كان ذلك الشهر المبارك متاعه من 1 سبتمبر او من فاتح بن سبتمبر الى حبيت الفاتح بن سبتمبر بن سبتمبر ثم واحد يحسبه اسم على طول شهر كانت تتوافد الناس وتاخذ معناها مصروف جواز ومصروف وجواز والى اخره. الدكتاتورية تحب تغري المثقف، تحب تطوعه، تحب تجيبه للثنية، وبدأ بها عبد الناصر وعطاه مناصب إلى كان ناس قلمهم كان حر ثم بعد في المنصب وإلى ذلك. هذا تطويع المثقف في الإدارة أو في المنظومة هو الذي أضر بهذا المثقف. أنا عندنا أصحاب يكون معنا في القهوة يتكلم شيء ياخذ المنصب يولي شيء آخر، ينحى من المنصب يرجع للمقهى يعود إلى أنا كنت مش نستقيل واستقال في جيبي توا من سنة وحبيت نمشي. كلهم نفس الشيء قبل ما يأخذ المنصب عنده كلام. في مسرحياتك أنت تحمل نصوصك هذه الجمل وتختار المنصف دائما جمل عامية تونسية على لسان رجل الشارع، مثلا ما تكتبه على صفحتك المولدي البناي المولدي شوف المسرح التونسي عنده ميزة كبيرة جدا، هو الذي دافع على الدرجة التونسية بسلالتها، يعني من العروي للدعاجي للي كتبوا المسرح التونسي هو اللي بقى محافظ ويطور في اللغة هذه، وعنده إلى جانب الشعر الشعبي، يعني إلى جانب الشعر الشعبي، الشعر الشعبي عنده قوالبه تطور، لكن اللغة الشعبية الدارجة المسرح هو اللي تشبث بها وطورها وأدخلها معناها في النسيج الاجتماعي في مصر. هذو من الناس أي صحيح لأخو الأبنودي شنو مش طور اللغة الدارجة المصرية إلى درجة فنية راقية جدا، والعم النجم وبيرم. الشيء هذا اللي صاير في السينما والمسرح هو أنه هذه الدارجة من مضمحلت، لأن حتى الإذاعة كسرتها، الإذاعة عملت لغة ثالثة اسمها الإذاعة لغة ثالثة، أنا لا تعجبني. يقول البعض هم يسموها جميلة لكنها سميجة. لا ما هي جميلة. التلفزيون التونسي أيام بن علي ميحبش المسرح التونسي، في تحب الأرقام. أقنعنا أنه المسرح التونسي مسرح فلسفة والمسرحيات اللي ما نفهمهمش. تحب الأرقام أنت يعني أنا في التلفزيون كان قانون يسجلوا كل المسرحية التونسية قانون عند التلفزيون، وين ثم مسرحية تسجلها التلفزيون تشريها وتسجلها. هل تم ذلك؟ لو كان تمشي التلفزيون تسأل أي مدير قل له في الخزينة
كم عدد المسرح؟ كم عدد المسرحيات المسجلة؟ تقول لك عنا 1000 ولا 1000 عدوا منها واحدة بركة هي المريشة. المريشة الكل عيد. لكن عدوها 1000 مرة. لأن كانت هي بالكفالة تتعدى في بلاست المسرحيات الأخرى. متكفلتكم. تهرب الكلمات والأسئلة عندما تحاور مبدعا بهذا المستوى. نخرج في هذا الفاصل ثم نعود. ما في شك المنصب زويب فنان مسرحي وأكيد عنده يعني مسرحيات كبيرة يعني منها المكي وزكية وفنان راقي وكلنا نحبه أكيد. مسرحي مهم في تونس، لديه العديد من الأعمال المسرحية واشتهر بالاشتغال مع المسرحي لامين النهدي، مكي وزكية، تقول منصف ذويب، فيها كسر دوك الريشو، يعني عنده أعمال جميلة جدا في كتابة النص المسرحي. صفاقسي هو من بلادنا، أما مثل هو وش اسمه لامين النهدي أعماله به نجحت هذيك فيها السردوك النعيش والمكي زكية. نعرفه هو كم بيرسونا ما نعرفش أعماله. فنان معروف برشا ما منش يسر متعمقة في الأعمال متاعه. منصف ذويب فنان مخرج به برشا ومعلم وأستاذ، اللي كي نقوله منصف ذويب نقوله المكي زكية. معنت عنده مسرحيات ومتاع هيك لامين نهدي وكل شيء، ما نعرفوش اون بيرسون، ماهوش خارج معناتها على الساحه. المنصف ذويب هو مخرج، يعني ما نجمش نشكك في منصف ذويب، لكن انا شخصيا ما تبعتش اعماله السينمائيه. سي المنصف ذويب مخرج مميز، عنده اعمال فنيه تشهد عليه، مع خاصه خدم برشا مع سي لامين نهدي العديد من الاعمال المسرحيه، كان عنده كيف اعمال سينمائيه متميزه. منصف ذويب احضرت له في المكي وزكيه، في مع لامين النهدي والسردوك الريشه وهذيك. منصف ذويب قامة مسرحية ومن الكتاب المسرحيين المهمين في تونس. أعمالك المسرحية جمل أصبحت متداولة عند الناس، أول شيء إحساسك؟ والله يعني الإحساس كوكتيل، هو من الإحساس فما تحس أن يعني تتخر شيء ما أنه الناس يعرفوك إلى آخره. بس جميل، أنا عندي مسرحية المكي وزكية بقيت 7 سنوات على تعرض بدون انقطاع، والناس كل حافظين. أنا يعرضوني في الشارع يقول لي سي المنصف إجاني، أنا راني حافظها المسرحية متاعك، ويحب يعرضها لي كل يعني في طول 3 ساعات مش نفطر وقوله لا خلي أو أعطيني بس مقطع منها، لأن الناس استصاغوا هذا وبالدارجة. النص بالدارجه، كله بالدارجه طبعا بالدارجه، وكان الاداء انت تحب أداء الغناء الشعبي. نعم انت تحب الغناء الشعبي في اعمالك، تطعم بي نحب المسرح، مسرح شعبي معناه الكلام مش نفسه. ما نحبش الكلمات متاع الاغاني بصراحه، حتى اللي في مسرحياتك يستعملهم لمين يستعملهم. ما عملناش غناء، عملنا شعر او زجل او 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 سجع معنا. انت اللي مش مستوحى من التراث، مالشكون يمكن يكون مستوحى من التراث يعني في الخلفيه بتاعه، لكنه معناتها موظف. الجمل اللي تتعاود لك، هذو من الناس اللي عرضوك يعاودوا لك المسرحيه الكل. اللي عاد المسرحيه هي بتاع مثلا في المكي الزكيه بتاع اللي قرا 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 أنه هو المكي زكي شخصية روميو جولييت بالتونسي، معنى هي في عجلة روميو جولييت مكي زكي، هو قصة حب ما بين البدوي والبنت المدينة، لكن في هذا العصر، وهي قصة حب وطلاق. والشخصية ترجع الطلاق متاعها إلى كل ما هو موجود في البلد ومش ماشي كويس، مش هو اللي مش مطلق، كل الأسباب الموجودة في الدنيا. فطبعا في بداية المسرحية ثم مقطع متاع أنه لما
يمشي يزور أنسابه اللي هو من علية القوم وبلدية، فهمت؟ عاد قال رجعنا للدار فرحانين لأهل موافقين. دخلتني في دار عربي كبيرة وسط الدار يرتع فيه الخيل، القاعة كذال، العرس رخام، زليز داير، ثم شانتي محلول يصلحوا فيه. ثبت فيه سيدي حمد، قال لي مليح، انت هو سي الشباب؟ هاي قلت له انت هو هذه عملة تعملها؟ ها هذه عملة تعملها تحشمش؟ قال لي قتلوا زكي ليه؟ هذا راهو المكي مش البناي. هاي البناي برا حياة العرفك، انا ما نعرفكش، جيب العرف. قال لي لا يا ودي راهو هذا خطيب. خطيب؟ هذا خطيب؟ شو اسمك انت؟ قال له اسمي المكي. المكي هكا مازال ولا سامي؟ قلت له المكي. ابوه؟ قال له اسمه هلا. هلا مال انتم بني هلا؟ قال له لا لا احنا من بني احنا من بني عبس. هكا خرجت مرته لجنينا نحات التبليه ودخلتني، قالت لي سامحني يا سي المكي، راهو تزربنا، الفطور مش على قده، الفطور مش من وجهك، عينيا مخبله فيك الاصناف ولا الوان وهكا الدوزان وتقول لي مش من وجهك. الساعه انسيبي هذوما ياكلوا في العباد. سيفري ياكلوا في العباد، انا حطوا لي عبد كامل مفصل فوق الطاوله. قالت لي ذوق من هذاك، شو اسمه؟ شكون شو اسمه؟ هذاك شيخ فتير. شو شيخ فتير؟ قالت لي ماكله تونسيه بلديه. بلديه ياكلوا الشيخ فتير؟ قالت لي انا ذوق من امك حوريه. امك حوريه تتاكل زاد؟ قالت لي باهي راهي بنين امك حوريه سلاطه. قلت لها بالله سامحني ميمتي نذوق برا. كليت امك حوريه عجبتني. قالت والله يا بنين. قالت ما تشبعش كل من المخ. اه مخ؟ قلت لك شياكلوا في العباد؟ مخ شكون هذا؟ مخ شيخ فتاش. قالت لي مخ امك حوريه. قلت لي ليه؟ وبدت لي لسان. لسان؟ لسان شنو؟ قالت لي محشي باش بلسان. لسان في لسان وربي يستر. اي شنو عملت؟ قالت لي باه تحبش تذوق من عين السبنوريه؟ هذا كل راهي سامي بتاع ماكله. عين السبنوري؟ قلت ما ذقتش السبنوري، عمرك ما ذقت السبنوري؟ قلت عمري والله الا ذقت السبنوري. باه تحبش صوابع الجي؟ ناكل صوابع الجي. كبيت الصباع الاول الثاني حسي اليد كامله كملت. قالت لي رد بالك راهو ثم المعاصم. معاصم وزنود يا مغيب. قالت لي باه ما تشبعش عايش وليدي، راهو ثم مازال ركايب العزوز. اه العزوز زاد كليت الركايب. عزوزه امك حوريه؟ قالت لي لا عزوزه واحد اخر. قلت له مسيك ناكل عزوزه كلا ولا هرب. حسيلو انسيبي هذوما ياكلوا في العباد. تعرف باش نحليو رسلت نقرمش في وضنين القاضي. قالت لي شوفوا ليدي جايتك عزيز المره الجايه كيف تجي اللي ما نعمل لك بوليس مكتف. لا 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 قلت له هذه بالحبس. وترشقوا بالضحك، ترشقوا بالضحك. من وقت نهارته نسيبتي هكا هكا بيا وين نحطك يا طبق الورد، نقول كلمه تطلع سواب، نقول نكته تطلع هي روح الفدلكه، تحكي لاصحابها تقول لهم الراجل نابغه دماغ ستانكراك راهو. ثم ثلاثه في تونس، زوز قعدوا في الخارج، قرا في تونس كملت قرايه تونس الكل، بعثوه لفرنسا قرا قرا كمل فرنسا من القرايه نتاعها الكل كمل، بعثوه لالمانيا في جمعه قرايه المانيا كملها، هزوه لامريكا قرا 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 قرا. قالوا له يزي ما فيه البرك. الرئيس نتاع الامريكا قال له ما عادش توريه العلوم، الراجل مخ الراجل دماغ. هاكا تبارك الله رجع ما لقاش بلاصته وما لقاش خدمه. عطاه بلاصه بحذا الوزير قال لي، عطاه بلاصه الوزير، الوزير قال لي مقطع. ياك عاد بعثوا لامريكا اقرا 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 اقرا. قالوا لي يزي فيه البركه ما عادش يحبوا يوريوه العلوم. ياك عاد مسكين رجع محسن مضمن ما بقاش بلاك ما بقاش خدمته. فين تحبوا يخدموه؟ قداش تحبوا يخلصوه؟ عطاو بلاصه بحذا الوزير وقال عطاو بلاصه تحت الوزير وقال لي عطاو بلاصه الوزير الوزير قال لي. شكرا على هذا الفاصل المرح. انت ما الذي يمنعك ان تكون انت الممثل وانت تملك كل هذه القدره
على توصيل المعنى، على تحويل الدراما إلى كوميديا بقسمة وجهك باللهجات، أنت تنتقل أيضا بين اللهجات في تونس، تحكي بالصفاقسي بالتونسي بالبلدي بالبدوي باللي تحب أنت، والحاجة الباهية أستاذ منصف اللي أنت والمصري أنك خرجت بينا من لغة أنه الدارجة ما تضحك كان ما تكون بدوية. هاي. أنت ضحكتنا حتى على البلدي والولد العاصمة والولد المدينة. ما هي فترات جت فترات، لأنه هو البدوي حتى من تاريخ المسرح كان دائما الريفي هو حتى في الكوميديا دلارتي طبعا دائما تلقى الريفي اللي ينزل للمدينة هو كان، وحتى في مصر في بدايات الريحاني كان دائما هو الريفي اللي أو سعيدي هو دائما يدخل أيوة وبدوي في باريس وكل هذا كان محورا من محاور الكوميديا معنا العالمية، وشارلو بيدو يعني هو دائما في وضع ما ناه مش في مش مرتاح يعني سواء من منع منصف ذيب من التمثيل هو منصف ذيب لدي رهبة كبيرة من الركح ومن الجمهور كان في ذلك، يعني أصلا ممثل أنا ممثل كنت أعتقد أني ممثلا فاشلا في بداياتي، اعتقاد خاطئ كان ربما خاطئا لكنه كان اعتقادا راسخا وقلت أحسن أحرمنا يعني أكرم لحيتك بيدك أنت راك مش حاجة كبيرة أو هذا ما أظهره لي معناها الناس المخرجين في الوقت ذاك. ثم بعد التوجهت إلى الكتابة أو الإخراج والسينما وكل هذه الأمور، لكن عندي رغبة دفينة في نفسي أني ذات يوم سأعود إلى الركح كممثل. نتمنى أن تكون قريبا من هنا البداية. نعم قريبا من هذه أو على هذه الخشبة. نعم شان. منصف أنت أيضا ارتحلت بين البلدان، عرفت باريس، عرفت القاهرة، عرفت موسكو. نعم. من خلال دراساتك أنت كملت القراية بتاع تونس والقراية بتاع فرنسا وألمانيا كملت الكل في جامعة مش في جامعة في جامعة صورك من وين تستوحيها؟ صور الكوميديا من الناس من الناس اللي يعني عائلتك فما ناس شكون كان متميز والدي الله يرحمه الله كان ضام رئيس ولكن نوع نسميه بانسون ضامر بغير ما بيستر كيت يعني مضحك ولا يضحك ويجد الكلمات والتعابير المناسبة مناسبة ولكنه هو لا يضحك كان هذا أول ربع لكن الأوبسيرفس يعني بحكم تواجد مع الناس يوميا هذا ما جعلني أكون أصغي وأنظر إلى الأشياء أمامي وهناك قدرة أو ملكة لتحويلها إلى الجانب يعني من وجهة النظر متاعها تكون كوميديا أكثر من شيء آخر. أولا أنا ما نسوقش ما عنديش عربية وما نسوقش ما نعرفش نسوق لأن أنا راجل ثم راجل يعني نعم بمعنى الراجل ولكن راجل أيضا لأني أترجل في المشي وأبقى في المقاهي وأمشي على رجلي معنى أنا لست في سيارتي لذلك هذا الموضوع جعلني دائما أسكن في قرية أي في مكان قريب للناس وأرتاد المقاهي أو في أي مكان فيه ناس وناس يعني الشعبيين الحقيقيين يعني أنا تخيرني ما بين مطعم فخم أو قرقوت نمشي لقرقوت سكنت في المدينة سنوات المدينة العتيقة لسنوات ولدي لحد الآن أصدقاء سافرت كثيرا لأن زوجتي المصون كما يقولوا دبلوماسية وهي تتنقل بين البلدان ورافقناها في بعض الأحيان لكن كثيرا ما بقيت أنا هنا لأني أنا مربوط ومتشبث بهذا 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 البلد بهذا البلد وموجود فيه كثرة الإنصات والوجود في وسط الناس هو الذي يجعلك تستقي ما تعرفه منصف يقولون أنه الضحاك نعم هو أيضا بكي صح
صح. يعني من يضحك هو أيضا حساس صح. وحزين 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 صحيح. تحب نبكي لك تو؟ لا. مقطع من أعمالك اللي هي فيها مراوحة بين المحزن المبكي مع ممثل آخر أو ممثلة؟ والله أنا أخير في هذا أني لك الحرية أقدم لك مقطع من مدام كنزة تعملوا واجهة جنوب. تحية خاصة من برنامج ممنوع لهذه الممثلة التي تميزت في نص مسرحي كإمرأة وان مان شو جديد في العالم العربي. شي جبت بني دخلت البيت النوم هاكي بلتيش امشي امشي اسمع سكر سكر كباب وراك عاش خوي سكر اشي ما وجبت معونك معاك استنى قال له معونة ما معونة ما خلي الباب محلول يا ودي قال له فرمال انت يا عشبكش خلني فهم سيعة شنية الوفقة والفازية تكيكة هو دولة بيه شو عشو انت شو نحبك هوني لهلي في الكوع هوني اه تعملي شي مينية سامحني يا مدام قانون الشيمينية يجي في السالون اي وانا نحب نعملها في بيت النوم تساني انتي عليك تبردي في الليل ما نبردش انا في الليل انا نشعل في الليل نلها بنت ولي ناري ناري في الليل بردبي والحماية في بالها تلاقي ونحن في خاتمة هذا اللقاء لا نستطيع أن لا نتحدث عن السينما وإن تحدثنا على التلفزة لكن حدثني عن تجربتك السينمائية أنت قمت بالأفلام الوثائقية في سرعة البرق وأعمالك الأخرى أنا أكثر شيء عملت أفلام قصيرة في البداية أنا تدرجت في سلم السينما أكاد أكون عصاميا لأن أنا جاي من المسرح تدرجت بأفلام قصيرة منها الثلاثية وسأهديك النسخة منها فيها أول فيلم حمام الذهب بلع الصبايا أول جائزة في قرطاج الحضرة والتربة هما ثلاثة أفلام قصيرة فيهم علاقة موجودة تحكي على العالم النسوي في المجتمع التقليدي ثلاثة مواضيع الحمام والحضرة والزاوية هما ثلاثة أماكن الفضاء مرة أخرى فضاءات حطيت فيها الخيال حطيت فيها ما يحوم حول هذا الفضاء وأثثناه بما موجود في الذاكرة الشعبية لهذه الفضاءات ثم بعد ذلك انطلقت إلى الفيلم الطويل الأول كان اسمه يا سلطان المدينة هو أيضا فيلم يعني نابع من شعوري وأعماقي ومعرفتي أيضا بال 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 بالفضاء وهو ويكلو في المدينة العتيقة التي سكنت مغلق وأهله ما عندهمش حل مغلق وهي إشكالية أنه لا مفر ولا حل إلا ناس ساكنين في دار يبيعوا في زليز متاحة يبيعوا في الرخامة متاحة يبيعوا في العرس متاحة باش يعيشوا فيها وهي تهدم على رؤوسهم في النهاية هذا الفيلم كان جديا ثم بعد ذلك نظرا لعدم تواتر يعني الإنتاج وقلة ذات اليد كما يقولوا حاولت أن أتقدم بفيلم كوميدي أي بأن أعود إلى الجمهور العريض والواسع لأن كنا نحكي على هجر القاعات ولا عزوف الجمهور ووجود الأقراص والأفلام الصعبة والأفلام اللي يفهمها حد إلى آخره قلت لماذا
لا أدخل في التجربة الكوميدية، وكانت تجربة تلفزة جاي. لكن رغم ذلك التلفزة ما عدتوش وهي منتجة له وهي منتجة له، تملك كل حقوقه، ولكن لا هي ما تملكش حقوقه، هي دخلت في الإنتاج على أساس تكون عندها هي أول مرة تعديه. هل يحق لنا أن نمرر؟ طبعاً عندنا متاعي، هو ملكي، لكن التلفزة كانت لديها فرصة أن تبث هذا الفيلم، شافوه قالوا غير صالح للبث. آخر كلمات هذا اللقاء عن الرقابة، المنصف ذويب والرقابة. شوف الرقابة أنا تفجعت، قلت آخر كلمات، قلت بيمشيش شي يموت، ولا عندك شي فكرة على شهادة طبية ولا. الرقابة يا عماد صديقي في تونس تأخذ أشكال مختلفة. وقت بورقيبة كانت الرقابة واضحة، لأن كانت هناك لجنة اسمها لجنة الرقابة، اسمها كي، ونعرفوا رئيسها ونعرفوا أعضاءها ونتعاملوا معها وتجيب الفيلم وتبدأ تنتظر وتناقش معهم أو تتناقش وتتفاوض معهم، أنا باش نقص هذه لسبب فلاني أو لسبب فلاني، أو حتى بدون سبب وتتخص، المهم نعرفها. دائما عنده سبب يقول لك أنا مش قصة، وكانت له السلطة في ذلك. لكن تعرفوا مشى برقيبة، جاء بن علي قالوا نحات الرقابة، هي ما تنحاتش الرقابة، تنحات اللجنة، تولي ما تعرفش شكون يقص، وعلاش تجيك مثلا انت قاعد وتجيك إدارة الأداءات مثلا بمبلغ خيالي، ما تعرفش علاش انت مثلا باسبورك ما يجيش في الوقت، ما تعرفش علاش عدة أشياء تصير لك وتتعطل. وهذا منش أنا وحدي، كثير من الأصدقاء في الميدان المسرحي والسينمائي تعرضوا إلى عقوبات خفية الاسم لمجرد أنهم يعني كتبوا أعمالا أو قالوا أشياء أو حتى في الصحافة. منصف، نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الحلو الجميل، شكرا على رحلة الذكريات والإبداع، شكرا على لحظات الضحك من القلب وملامسة أحلى ما في الإنسان، شكرا على هذا اللقاء على غير المعتاد والممنوع الذي استطاع أن يكسر كل حواجز الرقابة. هذا عماد دبور يحييكم من تونس في لقاء متجدد، أتمنى أن نراكم في لقاء قادم من ممنوع. السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كانوا.